السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وأصحابه أجمعين. عسلامة البنات، شنحوالكم؟ إن شاء الله يا ربي تكونوا في خير ونعمة. وانتم تتفرجوا في الفيديو، رجعت لكم اليوم فيديو جديد وروتين جديد. إن شاء الله يا ربي يعجبكم. اليوم إن شاء الله يا البنات باش نعمل هكا روتين سميح في الدار، ان شاء الله هكا يشجعكم ويحفزكم حتى تعرف المفيد. قبل ما ندخل على الفيديو نتاعنا، ما نساش باش نقول لكم بالطبيعه باش تحطوا لي لايك وتخلوا لي تعليق بالطبيعه، كيما معودين بكلامكم السمح اللي شجعني ويفرحني بالقداب القداب. وبالطبيعه اذا اول مره تشوف القناه نتاعي يشرفني الاشتراك نتاعك، اشترك معنا في القناه وفعل خاصيه الجرس باش هكاك يوصلكم كل جديد. ونسمو بسم الله البنات وندخلوا على الفيديو نتاعنا. لحق دويرتي نظيفة من الليل، قضيت قليتي في الليل وكل شيء، ما عنديش حاجة باش نقضيها. عندي القضيات اللي باش نقضيهم مع بعضنا في الفيديو هذوكم اللي ناقصين اليوم في الدار، فقلت خليني مدام البيوت شبابك متاعهم بيتين محلولين تنفسوا بالقدا وتهووا بالقدا، نسكر خاطر الدنيا سخونه سخونه. ما نحكي لكمش اكيد راكم الكل معناه تعانوا في نفس الوضع. ان شاء الله ربي يلطف بينا وكاو يعطينا على قد جهودنا يا ربي. كاو باش نسكر الشبابك ونظلم البيوت وكاو ونشوف شنو باش نعمل. اغدا الحقيقه عندي راهم البارح، اما قلت كان لقيت وقت هكا تو نزيد حويجه. كاو كيما تشوفوا وين ولدي ليه بخته، اما ليه باه بالسيف عليه. شوفوا كل مره ياخذ وضعيه المفيد يتفرج، ما يحبش يقعد يعطيها البيبرون، مره يحطها لها في رقبتها مره في فمها. والله ما نحكي لكمش بناتي، ان شاء الله ربي يسامحني وذاك هو. اما الله غالب ما عندي حتى حل يا بناتي، يلزمني نقضي القضيه معناه. كاو كملت ظلمت لبيته هذيا وسكرت الشبابك وظلمتهم، وتوا باش نمشوا كيما تشوفوا. شوفوا محلاها البيته كي تظلم، نحب الظلمه على الاخر يا البنات، والله نحب الظلمه على الاخر. معناها في النهار كي نبدا ساعه في الصيف نحب البيوت الكل ظلمه، هدوء وبرود، هكاك نحس بالبرود. وقت اللي تبدا الدنيا ظلمه نحس بالبرود. كاو باش ندخل هنا على بيتنا النوم، عندي حوايج كنت طويتهم في كربي، معناها طويتهم امس في كربي وما حطيتهمش في بلايصهم. اليوم استحقيت لي الكربي خاطرني نغسل الصابون، فوليت فضيتهم لهنا في فوق الفرش. قلت هاني بطبيعتي باش ننظم البيت، دونك تو ننظفهم ونحطهم في بلايصهم. وعندي حويجات زاد جبتهم مازالوا ماهمش مطويين، هاوين وكملت تطويتهم الكل معاكم باش ننظمهم في بلايصتهم. ونستوي هاك البيته جوست باش نسوي الملحفه ونحط الكويت كهو ونظلم البيته. وقلت كيما قلت لكم راني قضيت امس القضيه، الحقيقه امس قضيت قضيتي في العشيه مأخر. العشيه راني ما نلقى وين نمشي الا اذا كان باش نمشي بحث حماتي، هاويني نبقى بحث حماتي لليل، سينو راني ما نخرجش من الدار، ديما في الدار. قضيت امس قضيتي ما خرجتش، خرجت كان بعد 8 مشيت بحث حماتي، بقيت 10:30 تقريبا 11 باش روحت. فقضيت قضيتي العشيه، قلت خليني كي نروح مرتاحه وما عنديش حتى شيء وراي. كهو لميتها كلبيتها ونظمتها ومسحتها. الصباح جست البلاصه وين كنا راكدين معناها دخلت بعضها شويه، فها ويني نظمتها وكهو. المفيد البنات حبيت نقول لكم بالحق بارك الله فيكم ويعطيكم الصحه. الناس اللي قاعدين تسالوا عليا بالحق ان شاء الله ربي يفضلكم ليا وربي يديمكم نعمه في حياتي يا ربي. بالحق راهو البنات راكم مفرحيني على الاخر على الاخر على الاخر، ما تتصوروش قديش نفرح كي يجيني مساج من وحده من البنات تسال علاش التوا ما هبطتش، علاش بطيت، هبط لنا فيديو هبط لنا فيديو. الله غالب والله البنات راني عامله مجهودي باش نهبط فيديوهات، اما الله غالب. ان شاء الله الايامات الجايين تو نشد الرجله في باش نهبط فيديوهات. جاني تليفون كادو ان شاء الله تو نبارطاجي معكم نوريه لكم في الفيديو الجاي. الحقيقه ما حبيتش نستعمله ولا نمسه الا من نركب له انتيكاس، خاطر عندي مشكل فتيح التليفون ديما يتيح لي التليفون ويتهلك، فما حبيتش نستعمله الا من نركب له انتيكاس. ان شاء الله في الفيديو الجاي تو نوريه لكم وان شاء الله نبدا نصور بيه ونرجع للريجله. كهوية البنات كملت لهنا لميتها لبيتها ونظمتها وسكرت
اريدو من برا واريدو من داخل، ووكا جست باش نعمل رشه والله فورتكس يظهر لي هذايا نتاع ليلى سميح ريحته بالليم سمحوا هوينو زاده اذا كان فما ذبين ولا حاجه يخرج، ما يبقى لي حتى شيء. كهو باش ندخل لهنا الحك نعمل حكه لك التواليت حشيكم، وباش ننظمها معناها بالقدا لازمتها حكه باهيه اليوم. هاكم معايا يا البنات وتتشوفوا الهم الازرق اللي باش يتعدى على راسي. We'll be right back.
هكا هاوي البنات، لهنا كملت تقريبا رجلت كل شيء، جوز باش نعمل هكا مسحة أخيرة. سيقت كما تشوفوا، حكيت بالكدا، عملت حكا سمحة للدوش ونظمت هكا الدنيا الكل، وتوا جوز باش نعمل مسحة ونخرج نمشي نشوف شنيا مزال ورايا. الحقيقة كان عندي صابون غسلته وحدي ونشرته الصباح، ما صورتوش، ما حبيتش نكثر عليكم برشا، باش نمشي نشوف اذا كان مازال معناها مبلول ولا حاضر باش نلمو. حبيت الحقيقة انه يشيح لي فيسع باش ندخله، خاطر الدنيا سخونة وما حشتيش باش الحوايج تبقى للسخانة اكثر من اللازم، وكما تعرفوا الشمس تهري الحوايج وكل شيء. فلقيته مازال الحقيقة ناقص الشيح، مازال فيه الندوة، فقلت خليه مسالش يجي للبرا. شو نعمل، اني حطيته في البلكونة، هو بيعته بعيد على الشمس، اما كمان سخونة برشا. وكهو ما عملتش الحقيقة حاجة اخرى. المفيد يا البنات، حبيت نقول لكم اللي وصلت للبارتي هذه من الفيديو، ما تنسيش باش تعمل لي لايك وتعليق سمح كما العادة، وبطبيعة اذا اول مرة تشوفوا القناة متاعي ما تنسوش باش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش هكيك يوصلكم كل جديد، وتنضموا لعائلتنا الصغرونة هذية، وان شاء الله تنعملوا مع بعضنا برشا حاجات سمحين، وان شاء الله تكون عجبتكم القناة وعجبكم المحتوى متاعها. كهوية البنات، لهنا كيما قلت لكم كملت، مشيت على بالي باش نلم الحوايج نلقاهم مزيل وناقصين، فوليت دخلت الجراري هذوكم اللي يرقدوا عليهم الصغيرات كل صباح نشمسهم، تبدا الشمس دايرت لي فما في البلكونه، شمستهم بالكدا ونعاود ندخلهم باش خاطر هما يقيلوا عليهم في الليل ويرقدوا عليهم في الليل، ما عادوش كيما قلت لكم يستعملوا في بيوت النوم نتاعهم، فيستعملوا في الجراري هذوكم يرقدوا في الصاله بحذنا على الكليماتيزور، فهوينهم يبقوا لهم يقيلوا عليهم ويرقدوا عليهم في الليل، يلزمني بالطبيعة الصباح باش نخرجهم ما يتشمسوا، ما مش باش يقعدوا فما على طول. هاكاو باش نسكر البيتة ونظلمها ونعمل لها رشة زادة هي فورتكس. وكاو لهنا كان لاحظت البيت هذه خليتها، راني ما لميتهاش خاطر خليتها للروتين الجاي، حابة نعمل فيها روتين مرة واحدة، وعندي فيها شوية صابون محطوطين باش نطويهم مع الصابون اللي باش نهبطو. في بالي قلت لكم باش ندخل الصابون هذاك ونعمل روتين في البيت، يا اخي ما لقيت مزال الصابون مانيش باش نطويه كل شيء، وانا الحقيقه باش نطويه لهنا مانيش باش ندخله للديار الاخرين باش ما يدخلليش بعضهم، فقلت خليه هدايا البيت هذه خليها كيما هي نظلمها، وهوني هي ديجا نظيفه ما فيها شيء غير هكاكه.